في ظل هذه الظروف الصعبة تتعالى الأصوات الكردية المحذرة من مغبة سيطرة تركيا على أجزاء من الأراضي السورية، فالأطماع التركية بشأن تحقيق منطقة آمنة شمالي سوريا لن تقف عند التخلص من خطر الأكراد وإبعادهم عن حدود البلاد، بل من المرجح أن تصل مداها إلى احتلال دائم لأراضي سوريا وتغيير ديموغرافيتها. لمجرد سيطرة الدولة التركية على جغرافيا واسعة من الأراضي السورية، فليتأكد الجميع بأن سوريا متجهة نحو التقسيم، علما أن النظام حاليا يبدو وكأنه ممنون مما يحدث ومما تقوم به الدولة التركية من عدوان على هذه المناطق. التحذيرات الكردية تتقاطع مع معطيات كشفت عنها أنقرة مراراً والمتعلقة بمخططها الذي يهدف إلى إرجاع نحو 3.5 مليون لاجئ سوري إلى مناطق الشمال السوري، حيث المنطقة الآمنة المنشودة من تركيا والتي من المتوقع أن يصل مداها إلى نحو 30 كيلومتراً من العمق السوري، إذ عاد بالفعل نحو 300,000 سوري إلى مناطق منبج وشرق الفرات وفقاً للتصريحات التركية، فيما تؤكد أنقرة أن العدد سيصل إلى 1 مليون قريباً، خطة يقول مراقبون إنها تهدف إلى تغيير ديموغرافية هذه المنطقة ومحاولة تتريكها على غرار ما حدث في منطقة اسكندرون التي كانت جزءاً من سوريا وضمتها تركيا إلى أراضيها عام 1939 إثر اتفاقية مع الجانب الفرنسي الذي كان وقت ذاك يحتل الأراضي السورية، وتخشى أطراف سورية مختلفة من أن يكون الوجود العسكري التركي في شمال سوريا مقدمة لنفوذ طويل الأجل عبر استغلال ورقة السوريين المجنسين في تركيا والتي تعمل أنقرة على توطينهم في المنطقة الآمنة المزعومة لاستخدام أصواتهم فيما بعد في استفتاء لضم الشمال السوري للأراضي التركية. وأمام مضي تركيا في عمليتها العسكرية التي شنتها في مناطق متفرقة شمالي سوريا والتخلي الأمريكي عن الأكراد من جهة واتهام دمشق للقوات الكردية بتوفير ذريعة للغزو التركي من جهة أخرى، يتخوف كثيرون من اتجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة إلى تمكن أنقرة من تحقيق أطماعها التوسعية والهيمنة على الشمال السوري.